الله الرحمن الرحيم. وشخصيا أنا لا يمكنني معرفة من الأسباب التي تحرك هذه التنمرات وهذه الإهانات والسب والقذف، أو بالأحرى الحملة الشرسة اللي لست أنا الوحيد موضوع لها، بل هناك العديد من النخاب والمثقفين الآن هم عرضة لمجموعة من الاستهتارات والسباب والقذف والإهانة والتشهير وغيرها. لكن تساؤلك الوجيه بشأن السر وراء ذلك، أكيد أنكم أنتم كصحافة، صحافة حقيقية، تعلمون أننا في العديد من القضايا كنتم بمعيتنا ومصاحبين لنا في عدد من القضايا، وكنتم تعملون على تغطية هذه القضايا، وكان لنا موقع داخل هذه القضايا، إما كان نبع المشتكين أو نبع المشتكى بهم، وكانت لكم تغطية فيما يخص نقل المعلومة، ولم يصدر قط خلال السنوات هذه كلها ما من شأنه أن يشكل قذف أو إهانة لأي محامي. أنا كمحامي كنتكلم، بالعكس كانت كتجي تعليقات فيها انتقادات ولكن بلغة متأدبة. اليوم السر ما هو؟ دنيا باطمة، كاين مجموعة من المواقع، مجموعة من الناس، ولا أعمم، اللي عندها موقف عدائي، ما نجحتش في المغرب، نجحت خارج المغرب، دارت واحد الطفرة، واحد النقلة نوعية كبيرة بحياتها، وصلت للنجومية، وبالتالي نسب لها ثراء مالي نتيجة هذه النجومية. كاين اللي ما عجبتوش هذه النقلة بهذه السرعة هذه، ما عجبتوش، وكاينين أعداء النجاح، هما كاينين موجودين. ربما هذاك التحامل اللي كان على الدنيا، وهذا الشيء أنا كنت عارفه قبل ما ندخل الملف، وأنا قلت فيك عديد من الصراحات على أنني كان عندي تحفظ. ماشي مخافة التنمرات، لا لا لا، ملف بسيط، ولكنه ماشي ذاك النوع اللي ديالي أنا كنوف فيه، ولكن نتيجة مجموعة من الإخوان اللي لحوا عليا نبت، وأنا كنت كنعرف أن راه واحد العدد اللي ما عجبوش الحال يمكن له ينتقدني. أنا ما كنقولش ما يمكنلوش ينتقدني، ولكن ماشي سب، ماشي يقذف، ماشي شهر بيا، ماشي يهيني، لا لا، أنا ماشي ديال هذا الشيء، هذا هو المسألة. إذن السر وراء هذا الشيء هو أن الملف اللي نمت عليه على واحد السيدة اللي هي فنانة مغربية، كاين اللي ما عجبوش الحال أنا النوب، كاين اللي شاف في النيابة ديالي أنا مخرج لها، كاين اللي شاف على أنني أنا راه غتبرع حيت أنا كنوب عليها، أنا ما كنصنعش البراءة، لا لا، أنا كندافع على الناس، أنا خلقت لأتولى الدفاع عن الناس وعن البشر وعن المواطنين. صحيح أن دفاعي مستميت، صحيح أن دفاعي شرس، صحيح أن دفاعي أوظف فيه مجموعة من المعلومات التي استقيتها من حوالي 39 سنة ديال الممارسة المهنية، إذن أكيد أن دفاعي يكون قويا، هذا الكلام صحيح، ولكن لا يؤهلني لشيء، لشخص آخر أن يجعلني محط إهانة ومحط سب وقذف. ولكن أنا اللي فهمت واللي ما قيل لي أنني كنتعرض لهذه الحملة هذه باش أنني أنا ينتبني واحد النوع من الغيظ، وأنني نتخلى على هذا الملف. أنا طبيعتي عروبي، وبمعنى آخر باش يفهموه البعض، أنا عروبي، هذيك الحاجة اللي تيوقف فيها بنادم ضدي أنا باش ما نديرهاش راهي اللي كندير. أكون جاني انتقاد موضوعي ولبيب وتبين لي هذاك الانتقاد صحيح، يمكن نسحب، ولكن أنا اللي كيستعمل معي هذا الأسلوب غنبقى مع هذه السيدة حتى لآخر المطاف، وأنا لا أصنع البراءات. البراءة تأتي من المحكمة، ويسخرها الله لي من أولاهم حق القضاء في هذا البلد، أما أنا فأدافع عن البراءة. أنا محامي، أنا لا صلة لي لا بالجرم إذا كان هناك من جرم، ولا صلة ما إذا كان السيد بريء أصلا، ولا صلة لي بما اقترفه هذا السيد أو هذه السيدة. أنا دي مهنة ديالي كندافع فيها بما لدي من وسائل، بما لدي من مؤهلات، ولا أقصر في الدفاع عنها، ولكنني لا، أنا لست محشر، أنا لست شريك لها في هذه الأفعال، ولست مساهم ولا مساعد لها، لا. هناك اتهام حرك من قبل الدولة العمومية، هناك اتهام، أنا أدافع في الاتهام لدحض وتفنيد هذا الاتحاد، لدرء هذا الاتهام عنها. هذا واجبي أنا كمحامي، هذا الواجب ديالي هنا كيوقف، لما كينتهي الملف كتنتهي الوكالة ديالي، ولا هي أن تتحمل مسؤوليتها. إلا عطاوها حتى حبس ديال 20 عام،
وأن نمسح على الناس خدا وسع عقوبات. أنا لا أتحمل مسؤوليتي بالعقوبة، لا، أنا أتحمل مسؤوليتي بالدفاع. هل أنا أفضت واستفضت وشفيت وأشفيت؟ لا، أم أنني قصرت؟ إذا قصرت هذه مسؤوليتي أنا في الدفاع، هذه مسؤوليتي نحن. كاين بعض الناس لا، حشروني أنا مع دنيا باطمة، لا أنا مع دنيا باطمة لا معرفة لي بها ولا صلة لي بها إلا من خلال هذا الملف. كيف أنا وهذيك الأفعال اللي هما كيقولوا دارت ولا هذاك السب ولا هذاك القطف اللي دارت، أنا لم أكن حتى على علم به، لأنني أنا بطبيعتي لا أهتم بهذه الأمور المعلوماتية إلا في حدود العمل ديالي، البريد الإلكتروني مثلا أو الهاتف العادي أو الرسائل النصية، أما الإنستغرام وسناب شات وهادشي أنا ما عنديش معاه هادشي، أنا لست جيل ديال هادشي ولا أحبذه. علاش؟ حيت كاين سوء الاستعمال والتوظيف. والاختلاف نعمة، الاختلاف نعمة. أنا مبدئيا باش نكون أنا راه لا أؤمن بالاختلاف، راه الإشكال هو وسيلة تواصل في الاختلاف، وسيلة إبلاغ الاختلاف، وسيلة إقناع المتلقي بأنني أنا أختلف معك. وهل أسباب ديال الاختلاف واحد جوج ثلاثة؟ إلى أنا ضبطتها بلغة أنيقة، بلغة رصينة، بلغة متأدبة، راه بالزمن اللي غنقبلها أنا. إذا كانت موضوعية وبلغة رصينة ومتأدبة، ماشي أنا، الجميع يتقبلها. ولكن لما تتكلم معايا أنت بكلام ساقط، بكلام نابي، وتطلع أنت تدربك ولا هذا وداك الشيء، أنا راه تيبان لي داك الشيء مايا، أنا ما يمكنليش نقبلك بعدا ملي عرفت الشكل اللي كتطلع به، ما يمكنليش نسمع لك. ملي كنسمع لك كنلقاك كتسب، كتقذف. ولو بغيت نتكلم معاك انا، ما دمتي قصتيني انا جيتي عندي اليوم باش تسال معايا، تتقول لي راه انت معرض لواحد الحمله شانيه، نقول لك علاش. دابا وليت كنسمع اليوم، وكاين ناس يسمعوا، كاين جهات اخرى كتسمع مكلفه انا باش كتسمع، وكاين اللي تلقائيا كيبلغني بلا ما نقول ليه. اللي بغيت نقول لك هنا، ملي واحد يقول لك انت داروا لك الصينيه باش دخلتي لمحمد، انا هو ما تيعرفش الاصول ديالي، ما تعرفش الأصول ديالي، ما تعرفش والدي. أنا رجل من ولدت من قبل شخص رحمه الله من المناضلين في عهد الاستقلال على 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 الاستقلال ديال البلاد. أنا ربتني أم إلى ما كانش الدار فيها 20 و30 واحد زاوية فين تربيت أنا. وبا كان من كبار التجار العلماء ديال البلاد، وعمامي وجداري كانوا قضاة من كبار القضاة ديال البلاد. أنا ما نحتاج الصينية، الصينية راه ماشي عيب إلا كان محتاج ليها شي حد، ولكن أنا ما محتاج الصينية. هذه وحدة. أنا راسي سخون حيت أنا والديا كانوا ساكنين فوق حمام، أنا ما عمرني سكنت فوق الحمام. هذه الإهانة، هذه لا يدخل باب الإهانة. أنا كذاب، أنا عجوز، أنا الشبه العاصية، أنا بوحاطي ماشي الكبار، واحد العدد ديال السباب. على دابا أنا ماشي بنادم، راه كنت هذاك الشيء اللي بغيتي تقول لي قلتي لي بلا هذه الكلمه نقبله منك، ما كاينش مشكل، يمكن لي كاع نجاوبك. وجاوبت واحد العدد ديال الاخوان عندهم مواقع وكنحترمهم. راه كاين بعض الاخوان عندهم مواقع الكترونيه، هذا العالم الافتراضي والله الا كنحترمهم، كنحترمهم احترام كبير. علاش؟ محافظين على هذيك اللغه التواصليه الانيقه ما بينهم وما بين المتلقي، وكنحترمهم على حيت هذيك اللغه، ويختلفون معي في كثير من المواقف. وكيل القانون الجنائي المغربي تيعالج واحد العدد ديال الامور، هاد من 607 واحد، 607 جوج، 607 4 5 6 7 15، هادي تتعالج، هادي امور تيعالج القانون الجنائي. ولكن حنا خصنا قانون استثنائي او خاص، ما نقولوش استثنائي، خاص، كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمه، دول المستشرقه كهنغاريا كروسيا كفرنسا. فرنسا ما زالت ماشي متقدمة بشكل كبير، لأن نحن نفس السياق اللي كنمشيو فيه. أنا حقوقي ودائما كندافع على حرية التعبير، ومن واجبي أن أدافع عن حرية التعبير، ولكن لابد من نظام يتضمن الضوابط، الضوابط الدقيقة والحصرية لهذا العالم الافتراضي. إذا تركنا الأمور على عواهلها بهذا الشكل هذا، لا لا، خصنا ضوابط. ما كنقولش نشرعوا قانون تكميم الافواه، لا لا لا، انا ماشي مع تكميم الافواه،
ولكن شرع الضوابط اشنا هي الخطوط الحمراء التي يتعين ان نقف عندها. ما معنى انت تقول انا طالع باش ندير لك واحد برميل العصير الفلان، كيفاش العصير؟ اش هاد اللغه هادي؟ هاد اللغه شرعيه، شنو عصير ولا مش عصير؟ هذا كلام ما نقبلوش. حيت حنا علاش؟ حنا تعودنا صحافه مغربيه مسؤوله، مسؤوله على كلامها، مسؤوله على التزاماتها، مسؤوله على المعلومه التي تبلغها والمصدر الذي تستقيم منه هذه المعلومه. واساس هذه الصحافه انها متجرده مستقله، ما مخنقاش، ما دخلاش مع هذا ولا هذا. الان ما عندناش هادو، ماشي صحافه هادو، هادو عالم افتراضي ولكن فيه نوع من التسيب. وهذا الشيء راه تيشهد له واحد العدد ديال الاخوان اللي عندهم مواقع الكترونيه. وعين البارح انا سمعت واحد الاخ عنده موقع الكتروني محترم، رجل محترم، كيتكلم على هذه النقطه، ربما خدم المداخله الليله الاخيره واحد الجزء، واحد الجزء قلت فيه على ان بطمه الان خدا الدرس تتعلم كيفاش تكلم كلام دبلوماسي، كلام محترم، كيفاش تتواصل مع الناس، وراه الانسان يتعين ان يكون متادبا وخلقا. خداه ودار فيه واحد تعليق جميل. هذا السيد هذا تمنينا يكون عندنا نماذج بحال السيد. وتا هو تنتقد حقه، هذاك ينتقد، اللي ماشي حقه انك تسب وتقذف. حنا راه انا فين كان هاد الضوابط، انا هذه الضابط الاول، وكاينه بعض الامور انا عطيت فيها ملاحظات ديالي سابقا، هذاك القانون اللي جابوه. لان مثلا انا كنتقاسم معك معلومه فيها اباحيه ولا فيها سب ولا قذف، انت انا مسؤول وانت مسؤول؟ لا، انا انت اللي تقاسمتي اختاريتي ترسل ليا، علاش انا مسؤولي عندي؟ انت هذه لا. سلعه فاسده في السوق، انت خدتيها صورتيها وبعثتي لي بها، انت وانا مسؤولين؟ لا، علاش انا؟ انا ما دخلش في هذا الشيء، خصك تمنع هذاك، تعاقب هذاك، اما انا لا، انا ما يمكنليش. انا سنعطيك بعض الحالات اللي كاينه في القانون هذا ديال تكميم الافواه، ما كيسميهم تكميم الافواه، 22-20، ولذلك 22-20 خصو يخرج للوجود، ولكن بعد تنقيح معمق ودقيق وايجاد ضوابط حصريه ودقيقه تجعل احنا عندنا حق الحريه التعبير كاينه ولكن عندها خطوط حمراء. هذا هو اللي خص يكون في نظري انا، وهادشي قلته وغادي نعاود نكرره ومتمسك به. علاش؟ اللي متمسيت انا وملي كنقول انا، انا شخص عادي محامي، انا اللي تيوقع فيه الحال كيتمس التوابيت ديال البلاد، تيتمسوا ناس مكلفين المؤسسات ديال البلاد، مؤسسات دستوريه، مؤسسات برلمانيه، مؤسسات حكوميه، الاطباء، القضاة، ايوا هذا باش السلم كنجيو حنايا. بمعنى الكل في هذا الباب باش نختم لك، ربما طولت عليك. دابا الهيئه المحاميه ديال الدار البيضاء علاش تحركت بصفه تلقائيه؟ علاش تحركت؟ حيت انا كان عندي نقاش قديم مع سيد النقيب في هذا الباب، كيقول لي لا راه خصنا نديرو، وعنده الحق، كنقول له بلاتي يمشي. ولكن الحق واحد الوقت، دابا هادي انا كنوم من شهر مارس، حنا في شهر 10، 7 شهور هادي ياك، الناس دائما في نفس الوتيره وغادي بالتصاعد، تصعيد اكثر، تصعيد اكثر. كيفاش حنا ساكتين؟ ما بغيناش نبداو حتى حنا نسبو. انا ما يمكنليش نسب، انا ما يمكنليش نسب، وانت ما بغيتيش تحشم. كيفاش؟ شويه ديال المرونه، شويه ديال الاداب، شويه ديال قول هاد السيده ضرب عمره ودي، واخا كنسبوه ما سبناش، ولكن ما يمكنش.